طيب معنا اتصال يا اخوان، معنا اتصال يا شباب. طيب اللي وده يا اخواني يقول رسالة من الشباب اللي ما تكلموا. ها يا تركي يسلم، تبي تجي هنا تبي هنا براحتك، اللي يريحك يا بعد تعال خليك جنبي احبك. يا هلا والله. هلا والله. رسالتك وهذه الكاميرا قدامك، خذ راحتك. اول شيء الله يبيض وجهك يعطيك العافيه هذه على هذه البادره الطيبه اللي ما هي مستغربه منك ابو غلا، وانت دائما سباق الفعل الخير. من بعدك الله يسعدك. رساله الكلمات تعجز عند هذا الشخص العظيم، ما في كلمه توفي حقه ولا في اي فعل يوفي حقه. الانسان ما يحس بالضعف ولا يحس انه ضعيف الا اذا فقد ابوه، مهما كانت قوتك، مهما كانت ملائتك الماليه، مهما كانت مكانتك الاجتماعيه، مهما كان لابد انك تحس بالضعف، لان كان وراك جبل والجبل هذا انهدم. واساله مجرب الشخص اللي ابوه على قيد الحياه، تراك انت انسان محظوظ جدا جدا، والله يحفظ لكم والدينكم ان شاء الله، بروا فيهم، لا تقصروا معهم، اضحكوا معاهم، امزحوا معهم، اهدوهم، قضوا وقتكم معهم قبل لا تجي وتحط راسك على المخدة وتلوم نفسك انك انت ما قضيت الوقت الفلاني مع ابوك، انك انت تمر وتطلع من باب البيت وابوك جالس لحاله. انت لابد انك جعل ربي يجمعك في بجنات النعيم. رسالتك وصلت ومشاعرك وصلت. والله يا اخواني، والله يا اخواني، ترى هالمشاعر وحتى لو نزلت دمعه، ترى هذه دمعه المرجله ودمعه ان الانسان فعلا هو يتمنى ان يشوف والده، يوم من الايام كان يشوفه فجاه صار ما يشوفه. وترى يا اخواني هاليوم ممكن يمر علي، الله يطول بعمار ابائنا، ويمر على كل واحد فينا، وممكن احنا نموت قبلهم، الله يعلي جعل ايامنا قبل ايامهم يا رب. لكن يا اخوان هو الكلام، لو بكره احنا متنا هل بنموت وحنا هم راضين عنا ولا مو راضين؟ هذا يا اخواني سؤال لازم بخط العريض، هل هم راضين عنا ولا مو هم راضين؟ هل احنا رضيناهم ولا ما رضيناهم؟ تلك وصلات مشاعرك، بيض الله وجهك، جعلني معدنك، الله يحفظك. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.